بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر عاد وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحور بالحور والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنبا أو إثما فلا خوف عليه، فأصلح بينه فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فما تطوع خيرا فهو خير لكم، وتصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما شهد منكم الشهر فليصم، وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فلا نباشرن ابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوا من هذا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن يدعوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن يدعوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. واتموا الحج والعمرة لله، فان احسنتم فما استيسر من الهدى، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فما كان منكم مريضا او بأذى من الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك، فاذا امرتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدى، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حارث المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومة، فما فاد بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فاتتم عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، واذكروا كما هداكم وكنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سيء الحساب واذكروا الله في أيام معدودة فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب قوله في حياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وأذل الخسار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة في الإثم فأزوج أنه ولبئس المآل ومن الناس من يشهي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بعباده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.